أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله. عشان نقول لهم إن خدمة الدعوة محتاجة إنسان برضو يشغل دماغه، مش خالتي عندكم لا ما جاتش، وإنما يخدم بفهم وبتدبير أيضا دون أن يخرج عن الحنكة والحكمة. الشاهد طلب من مجيره أبان أن يدخله مكة ليلقى كبراءها هناك، أبو سفيان وغيره، فقال له أبان ابن سعيد بن العاص إن فيها مخاطرة. قال لا عليك. قال له إيه؟ يعني ولا يهمك ولا يهمك. قال لا عليك. فدخل مع سعيد بن أبان بن سعيد، فما كاد أن يصل إلى مكة حتى أراد أهل مكة أن يفتكوا به، ولكن أبان بن سعيد حماه فتركوه على مضض. ومضى عثمان رضي الله عنه إلى أبي سفيان في بيته، وصفوان بن أمية في بيته، يدعوهم إلى الإسلام ويبلغهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: أجئتنا لتغشانا في بيوتنا بما نكره؟ والله لولا أن نخفر جوار الرجل لقتلناك. ورفضوا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. أربعة: عظمة عثمان. كان من عظمة عثمان أن أتى بخطوة عجيبة تبين جرأته ومروءته وهو في مكة، أنه لما زار أبا سفيان وصفوان بن أمية وغيرهم ولم يجد منهم آذانا صاغية، مضى إلى ضعفاء المسلمين الذين حبسوا وزارهم في بيوتهم رجلا رجلا. راح للمستضعفين المحصورين واحدا واحدا حتى يسلم عليهم ويطمئنهم. قال عثمان: كنت أدخل، اسمع بقى سيدنا عثمان الرسول قال عنه إيه؟ أصدقهم حياء، أصدقهم حياء عثمان. شوف سيدنا عثمان كان طيب القلب. المقطع الجديد ده بتاع إيه؟ أقيسك على سيدنا عمر، ها؟ طب تعال نقيسك على سيدنا عثمان، ها؟ ها؟ مين قد سيدنا عثمان؟ اسمع بيقول إيه؟ الكلام نفسه والله أبكاني. وبيقول إيه؟ كنت أدخل على قوم مؤمنين من رجال ونساء مستضعفين، فأقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشركم بالفتح ويقول: أظلكم أظلكم حتى لا يستخفي بمكة الإيمان. قال عثمان: فكان الرجل منهم والمرأة تنتحب حتى أظن أنه يموت فرحا بما أخبرته، ويسألون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخفون المسألة. النبي 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 فيخفون المسألة ويشتد ذلك على أنفسهم، ويقولون: اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم منا السلام، إن الذي أنزله بالحديبية قادر على أن يدخله مكة. مش مصدقين رسول وصل لحد هنا، لحد الحديبية. قلت لكم الحديبية دي فين؟ الشماسي اللي عاملين فيها الكمين دلوقتي بتاع المعتمرين ده، ها؟ هي الحتة دي اللي النبي نزل فيها، يعني على بعد ما فيش دخل مكة. آخر الحيل، نعم، حدود الحيل، آخر الحرم بقى. شايف إن الخطوة دي برضو الرسول ما قالوش روح زور المستضعفين، بل كانت من حنكته ومروءته
ورقة قلبه أن يزورهم ويقول لهم الرسول يقرأ عليكم السلام. أقرأ منا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. فين الرسول؟ لا ده في الحديبية. في الحديبية؟ إن الذي أنزله الحديبية قادر أن يدخله مكة. خمسة. فلما قضى مهمته ذهب إلى أبان وقال قد أجرت وأحسنت وإني أعود. فقال له أبان دونك البيت، فطف به ما شئت، سأنظر لك ساعة يخلو فيها البيت وطف. لو انت مش فرصة؟ فرصة. واحنا مش عارفين هندخل ولا مش هندخل، في حرب، هموت ولا مش هموت، فاطلع انا بالايه؟ بالعمرة دي؟ ويعني هو الرسول هيقول لي لا؟ قال له ايه؟ دونك البيت فطف به ما شئت، سأنظر إليك ساعة يخلو فيها البيت لتطوف. فقال عثمان كلا والله أبدا ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله. شوف يعني حقيقي موقف يشيل له شعر الرأس، صح ولا لا؟ شوف عظمة سيدنا عثمان. لا لا لا، شوف، وشاع بين المسلمين فعلا أن عثمان دخل مكة وطاف وسعى. الإشاعات بقى المغرضة، عثمان دخل مكة زي ما قلت لكم قبل كده، يقول لك إيه ده، وإحنا جايين على الدائري في عربيتين خبطوا ببعض، واحد سمعها في عربيتين على الدائري خبطوا ببعض، وفي واحد وقع من الشباك، واحد تالت بيحكيها بقى ده وقع من الشباك والعربية التانية خبطته ارتفع فوق الكبوت، والرابع يحكيها ده نزل الناحية التانية، والخامس يقول ده وهو بيموت قال انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ والكلام ده كله كل واحد بيزود له كلمة. فهي كده طبيعة الشائعات، وعشان كده دايما اقول كفوا، حتى لو سمعت شيء اسكت ما تنقلوش ولا تقبل اصلا. فسيدنا عثمان وشيع، عثمان دخل مكة شوية ده طب البيت، ده تحلل، ده ارتد وقعد في المشركين، ده شاع بين المسلمين فعلا ان عثمان دخل مكة وطاف وسعى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن أن يطوف عثمان بالبيت ونحن محصورون. احنا قلنا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رعى الوفاء لداب، ألا يرعى وفاء من صحبه وربه؟ هيحسن بي الظن برضه. قالوا له عثمان طف وسعى، قال لهم ايه؟ عثمان ما يعملش كده. فلما رجع عثمان ولقيه الصحابة قالوا اهن أبا عبد الله اشتفيت من البيت، فبكى عثمان وقال بئس ما ظننتم بي والله، والله لو كنت بها سنة ما طفت ورسول الله يحال بينه وبينها. شوف الناس اللي يعرفوا الأصول بقى، شوف الكلام زي ما قلت لك كده، لا مش هيقول لهم لا ما طفتش والله، هيقول يبقى طفت، وإنما قال بئس ما ظننتم بي والله، والله لو كنت بها سنة ما طفت ورسول الله يحال بينه وبينها، ولقد دعتني قريش إلى أن أطوف فأبيت ذلك عليها. قالوا لي طوف لكن أنا لا أفعل. رضي الله عن سيدنا عثمان.
لما احنا بنتكلم عن عظمة سيدنا عثمان. ستة من عظمة سيدنا عثمان انه لما اشيع ان عثمان قتل، هتيجي في الفايدة العشرة خطورة الشائعات، بايع رسول الله الناس، صلي عليه. وفي خلاف كبير بين اهل السير على ما بايع رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم الناس يومها، قال بايعوني، فعلى ما بايعهم، بعض الصحابة يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، وبعضهم يقول إنما بايعناه على الثبات وعدم النكوص. الشاهد إيه؟ لما بايع رسول الله صلى عليه الناس ضرب إحدى يديه على الأخرى وقال هذه يد عثمان، وقال اللهم إن عثمان ذهب في حاجة الله وحاجة رسوله وأنا أبايع عنه. دي من عظمة سيدنا عثمان. وصراحة الست مواقف دول في عظمة سيدنا عثمان لعلهم لم يتكرروا في حق أحد من الصحابة غيره، مواقف عظمة، يعني عظمة، عظمة سيدنا عثمان المظلوم. الفائدة العاشرة خطورة الشائعات. بينما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه في مكة سرت فجأة شائعة خطيرة قلبت كل المواقف، وانتشرت الشائعة كعادة كل الشائعات تسري في النار كالهشيم، وتكاثر الكلام وزادت التفاصيل من تناقل الألسنة أن عثمان قتل. ثم قالوا وقتل معه ثلاثة من المسلمين، ثم قالوا بل قتل معه خمسة من المستضعفين الذين كان يزورهم في مكة، ثم قالوا بل عشرة، ثم قالوا ومثلوا بهم ويرسلون جثثهم إلى رسول الله. ومن قائل يقول لا، لم يقتلوا، بل اعتقلوهم وسجنوهم ويعذبونهم، حتى بلغ الاستفزاز مداه، وبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة، وهي أن عثمان وأصحابه محتجزون. وإذا كان حصل لما اكتشفت قريش أن سيدنا عثمان يزور المستضعفين أخذوه وحجزوه، حتى سعى في ذلك سعيد ابن أبان، أبان بن سعيد بن العاص، سعى وقال يا قوم لا تخفروني في جواري وأعطوني الرجل، فأعطوه إياه على وعد أن يمضي إلى رسول الله ولا يبقى في مكة، وفعلا أخذه وانطلق. الشاهد إيه؟ لما بلغ رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أن القوم محجوزون محتجزون، دعا أصحابه إلى البيعة وقال لن نبرح حتى نناجز القوم، ونادى منادي النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم البيعة البيعة، نزل روح القدس فعلا، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة ودعا الناس إلى البيعة، البيعة البيعة، نزل روح القدس. والصحابة اللي قاعدين بقالهم ثلاث أسابيع في المكان ده قد أنهكهم التعب، فروا عن بكرة أبيهم كرجل واحد، الكل يبايع، الكل يبايع ويشد على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وتجهزوا فعلا لحرب قريش. حين علمت قريش بخطورة الموقف وبلغهم خبر هذه البيعة، أرسلت سهيل ابن عمرو وثلاثة من كبارها وبعض العيون لينظر إلى حال المسلمين بعد احتجاز عثمان رضي الله عنه. وبقدر الله جاءت زيارة سهيل أثناء مبايعة المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزع وتعجب مما رأى، ورجع إلى قريش يحذرها بغتة التمادي، وأنه لا يمكن لقريش أن تنتصر على هؤلاء
الذين يكاد بعضهم يطأ ظهر بعض وهم يتسابقون ليشدوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الموت، والبهجة والفرح والسرور والغبطة تعلو وجوههم. فأسرعت قريش إلى المهادنة. علامة، الفائدة الثانية عشرة، علامة بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة. بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على الموت، ويقال بايعهم على ألا يفروا. الصحيح أن أول من بايع هو سنان بن أبي سنان رضي الله عنه، فقال يا رسول الله أبايعك ها على ما في نفسك. الله أكبر. يا أخي الواحد كل يوم يزداد عجبه من هؤلاء الصحابة، ويزداد ويزداد ألمه من هؤلاء الأصحاب. يعني لما كنت بقول إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب رجل، حدث بحديث ركب رجل بقرة فقالت إنا لم نخلق للركوب وإنما خلقنا للحرث، فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم؟ قال إني أومل بهذا وأبو بكر وعمر وما كان سمى. هل تستطيع اليوم إنك أنت تقول أنا وفلان وفلان وهم مش موجودين متأكد إنهم على رأيي، تثق في فلان وفلان؟ هذه الثقة تلاقي ثلاثة في مصر كده. الصحابة نفس الشيء. هنا قال الملك جل جلاله الله، قولوا لا إله إلا الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قول فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم. اللهم أصلح قلوبنا. أنا لأضمن قلبك ما السنة اللي جواك. عزاؤنا أن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، لكن السرائر دي خطيرة جدا. السرائر جواك ده هنا اللي بيغلي المتقلب. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. شوف كلمة الصحابي لما قالوا إيه، أبايعك على ما في نفسك. هتبيعني على إيه؟ على كل اللي انت عايزه، اللي جواك اللي ما عرفوش. أبايعك على ما في نفسك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس على بيعة سنان بن أبي سنان. شفت دي؟ أهو ده اللي أنا قلت لك عليه في الأول. قلت لك أول فايدة كانت إيه؟ إن ممكن يكون في البيئة الدعوية في المجتمع الدعوي مشاهير وهناك من هو أفضل منهم. يعني سنان ابن أبي سنان ده مين يسمع عنه؟ محدش يعرفه، ومع ذلك هو أول واحد بايع. وظل الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع 1400 التانيين، وبايعك على بيعة سنان، 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 على بيعة سنان. مناقب سنان ابن أبي سنان دور عليها رجل. فقد يكون زي ما قلت لك كده، قد يكون في ناس مشهورين وبالكلام عنهم كتير و و و و وفي في أغمار القوم وناس هم أمتن. هنكتفي بالفايدة 12 دي إن شاء الله، وهي الرضا. لا إله إلا الله. احنا معلقناش قوي على الفايدة اللي فاتت،
أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وكيف حب النبي في قلبك، وكيف فداؤك لسنة النبي، وكيف دفعك عن النبي، وكيف النبي في قلبك. يعني النبي في قلبك قد ايه؟ قد ايه؟ الفائدة الثانية عشرة الرضا. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أيها الإخوة، إن جزاء الرضا رضا، وجزاء التسليم الفتح القريب. العبرة بالقلوب لا بالمظاهر، العبرة بالقلوب الصادقة لا بالمظاهر الزائفة. القلوب تدل على العزيمة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. سبحان الله، لم يقاتلوا، لم يقاتلوا ولم يجاهدوا ولم بمجرد انهم فقط بايعوا، رضي الله عنه. عشان كده قلنا ان العزم على الصدق، صدق العزم، العزم على الصدق يرى ثمرته قبل أن يفعل. صدق بصدق العزم، ما كلمنا في أكاديمية الصدق، صدق العزم على الفعل يريك ثمرة الفعل قبل أن تفعله. سيدنا أنس بن النضر الواه لريح الجنة إني أشم ريح الجنة قبل ما إيه؟ قبل ما يقاتل، مش قبل ما يقتل، قبل ما يقاتل شم ريح الجنة. جزاء الرضا رضا، وإحنا بنتكلم على الرضا يتوهم بعضنا أنه راضي. والحقيقة أن ابن القيم قال كده: أن في كل قلوب الخلق اعتراض على الخالق فمستقل أو مستكثر. في كل قلوب الخلق اعتراض على المقادير فمستقل ومستكثر. في كل قلوب الخلق اعتراض على القدر وسر القدر فمستقل ومستكثر. ثم ذكر نماذج وأمثلة مثل: ما أشد حر هذا اليوم، ده نوع من أنواع الاعتراض على القدر، إلى آخره. فكل إنسان جواه نوع من أنواع الاعتراض على القدر، كل واحد، كل الناس بلا استثناء. لكن في ناس الاعتراض بتاعهم اعتراض بشع، وفي ناس اعتراض خفيف يدفعه من أول الأمر. العبرة بالقلوب لا بالمظاهر، والبيعة لا تغني عن السلاح ولا عن العمل ولا عن الدفع، ولكن زي ما قلناها كتير في دروس كتير قبل كده، إن ممكن يبقى الابتلاء فقط لكي تظهر، مجرد إظهار استعدادك للتضحية في سبيل الله. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبعث لك واحد يخبط على الباب: لو سمحت ما عندناش أكل وعايز 100 جنيه. تقول حاضر. تدخل تجيب 100 جنيه وتخرج ما تلاقيش، تتلفك كده وكده وتجري تدور عليه ما فيش. كان امتحان. رد فعلك ايه؟ واحد بيخبط عليه: اديني 100 جنيه عشان مش واللي عايز يتعشى واللي عايز 100 جنيه. هي كده امتحان. ربنا سبحانه وتعالى ابيضها امتحان ومش عايزك يعمل، تعمل
لما أمر سيدنا إبراهيم بذبح إسماعيل ها ما كانش هيذبحه أصلا، ده قال له ده الكبش ده بيربى في الجنة منذ 1000 عام، هو أصلا ما كانش مطلوب منه يذبح. بس فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت. بس خلاص، هو المطلوب منك الصدق مش العمل. حتى النساء قالت أم عمارة بايعت النساء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كلمتي لامرأة واحدة ككلمتي لألف امرأة. ارجعنا. قالت أم عمارة فقمت إلى عمود كنا نستظل به فأخذته في يدي ومعي سكين قد شددته في وسطي وقلت قد بايعت. شوف الرجالة يا أخي، قصدي الستات. أيها الإخوة، يعني الاثناشر فائدة اللي ذكرناهم في فوائد صلح الحديبية بيبين منها، احنا لسه عندنا من 12 ل 30، بيبين منها ان احنا فعلا محتاجين ندرس السيرة دراسة متأنية باستخراج فوائد مش مجرد قراءة كتاب للسيرة وسرد أحداث السيرة، وإنما فهم، لأن هذا الفهم يسقطه على الواقع. يعني أنا دلوقتي الفائدتين اللي فاتوا دولك محتاجين نعيدهم تاني، الفائدة 11 قوة الردع، و12 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، و13 الرضا، محتاجين نعيدهم تاني عشان بس يعني إسقاط على الواقع كلمة العبرة بالقلوب لا بالمظاهر الزائفة. القلوب تدل على العزيمة وليست البيعة لبس السلاح وإنما صدق العزم. اللهم ارزقنا صدق العزم. الامتحان أنت عندك استعداد تضحي لله ولا ما عندكش استعداد؟ ما بنقولكش ضحي، ده احنا بنقول عندك استعداد اصلا ولا ما عندكش استعداد. النهارده كنا قاعدين مع واحد بيقول لك اهم حاجه اكل عيشي، دي اهم حاجه اكل عيشي. المبدا ده عندك، عندك استعداد تضحي باكل عيشك لله ولا ما عندكش استعداد؟ عندك استعداد يا عم الشيخ عبد الرحمن تضحي بشويه نوم لله؟ عندك استعداد تضحي بوجبة من الأكل الثلاثة؟ عندك استعداد تضحي بجاهك ونظافتك وشياكتك وبنطلونك وقميصك المشجر؟ عندك استعداد تضحي بنظافتك ومشطك وتسريحتك؟ عندك استعداد تضحي ولا ما عندكش استعداد أصلا مهما تكون الظروف؟ دي قضية. جزاكم الله خيرا، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.